أهلا بكم. مجلس الوزراء يقر عددا من التوصيات لمعالجة تأثير ارتفاع سعر الدولار ويصوت على استحداث درجات وظيفية لتثبيت موظفي العقود. مجلس الوزراء يوصي البرلمان بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ويوافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الشبكة. رئيس الوزراء يوجه باستحداث بلدية جديدة في بغداد وشمول ميسان والمثنى بحملات فريق الجهد الخدمي والهندسي. النزاهة تصدر أمري قبض بحق موظفين اثنين سابقين في الهيئة، أحدهما متهم بقضية الأمانات الضريبية. موجات الأمطار تعيد الحياة إلى الأهوار وتدفع الحكومة إلى إنشاء سدود جديدة بهدف إنعاش الخطة الزراعية. كل هذا وأكثر تتابعونه في نشرة الرئيسة على رأس الساعة. إلى اللقاء.